النهارده الفريق راح قرار من الجهاز الفني باراحه اللاعبين من التدريبات، وده في اطار ايضا الاستعداد ولتجنب الاجهاد اللي ممكن يكون بيتعرض ليه لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، وبالتحديد في ظل ضغط المباريات سواء محليا او افريقيا، وفي ظل كمان المجهود الكبير جدا اللي بوزل خلال مباراه النجم الساحلي الاخيره واللي قدر النادي الاهلي يفوز فيها بنتيجه 1-0. فبالتالي من هنا كان في قرار اراحه اللاعبين من التدريبات اليوم، لكن في نفس الوقت بيتم تجهيز تدريبات بدنيه للاعبين من خلال مستر توماس بينكل مخطط احمال الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، علشان باذن الله لما يتم استئناف التدريبات غدا يكون في احمال بدنيه بشكل مناسب ويقدر يهيئ اللاعبين للمباراه القادمه، وهيبقى في برنامج بدني خاص يعني قبل مباراه السبت باذن الله تعالى، وقبل السفر كمان تحديدا. احنا عارفين الفريق هيسافر يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله باذن الله تعالى العصر الساعه 4 العصر بالتحديد للسودان، الرحله تقريبا ساعتين ولا ساعتين ونص، توصل على طول وتتمرن يوم الجمعه وتلعب المباراه يوم السبت باذن الله تعالى. فيما يتعلق باخبار بعض لاعبي النادي الاهلي، وبالتحديد يعني كلنا قلقنا على الشناوي بعد ما اتصاب في المباراه الاخيره امام النجم في اخر 5 دقائق كده، لكن قدر يتحمل على نفسه ويكمل المباراه، وهي اصابه كانت عباره عن كدمه في الظهر بعد كره مشتركه، اتعمل الاشعه اثبتت سلامه الشناوي، الامور بالنسبه له بسيطه جدا، خلال اقل من 48 ساعه كمان يشارك في التدريبات الجماعيه الخاصه بحراس المرمى بشكل طبيعي جدا، وهيكون مرافق طبعا لبعثه النادي الاهلي في هذه المباراه. الشناوي لعيب مهم قوي وحارس مهم جدا، ما يقللش اطلاقا من شريف اكرامي او علي لطفي، لكن احنا دايما قلقنا شويه ليه؟ لان الشناوي هو اللي رجله في الملعب، الحساسيه عنده هو، هو اللي بيشتغل خلال الفتره اللي فاتت، وهو اللي ما شاء الله عليه متالق واحسن حارس في مصر خلال الفتره الحاليه، فالامور جيده بالنسبه للشناوي، اطمنه مفيش اي مشكله خالص. رمضان صبحي والبعض بيتكلم عن فرص لحق اللاعب بالمباراه. فرص لحق اللاعب بمباراه الهلال لسه مش متضحه بشكل كبير جدا زي ما قال الكابتن سعد عبد الحفيظ، لكن الاهم والمؤكد ان الاصابه يعني انتهت خلاص، يعني تم التئام العضله الخلفيه، احنا عارفين كان عنده مزق في العضله الخلفيه، التئمت بشكل تام، لكن طبيعي جدا ان انت تدخل اللاعب بشكل تدريجي في التدريبات ومن ثم تشركه في المباريات. هو امبارح شارك في جزء من المران، ما شاركش في المران كله، بكره هيبان الرؤيه حبان بشكل اكبر، هل ممكن رمضان يشارك في المباراه اللي جايه ولا لا، هل هيسافر مع البعثه للسودان ولا لا. توقعي ومجرد توقع ان هو هيكون مع الفريق هناك في السودان. نقطه بقى الدفع بيه من عدمه ده هيكون لمستر فايلر، وعلى حسب جاهزيه اللاعب البدنيه، هو طبيا جاهز بدنيا، دي بقى محل تقييم للجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. ايا كان رمضان موجود، اي حد موجود، كلهم رجاله، وكلهم ان شاء الله هيرجعوا بال3 نقاط مش نقطه واحده بس كمان باذن الله تعالى. سعد سمير بيستكمل رحلته العلاجيه في المانيا خلال اسبوعين، هيسافر سعد يواصل البرنامج الخاص بالعلاج بعد اصابه الوتر اكيلس وبعد اجراء الجراحه في المانيا من 3 اسابيع كده، تحت اشراف ماركوس فولتر المتخصص في جراحات وتر اكيلس في المانيا، يعني هيتم عرض حاله سعد سمير ومدى تطور الحاله و موعد عودته والبدء في بعض البرامج الأخرى العلاجية المتتالية بخصوص بإذن الله عودته للملاعب. لسه الفترة شوية بالنسبة لسعد، لكن احنا دايما بنحاول نطمن بشكل كبير جدا على مصابي النادي الأهلي.